بسم الله الرحمن الرحيم. الشخص اللي قدام حضرتك قدام مباراه سموحه كان بيتكلم على ان يا جماعه محتاجين ندي اللعيبه الشباب فرصه شويه ونريح اللعيبه الاساسيين عشان في مرحله من المراحل لو استمرينا باللعيبه الاساسيين هنلاقي الفرقه مش شايفه قدامنا. بس بصراحه عمري ما تخيلت ان احنا نكسب طنطا بقلشه بتاع عمرو السوليه النهارده، عمري ما تخيلت ان احنا نكون لاعبين شوط اول زي الزفت النهارده وبنعتمد على ان احنا يا جماعه كره كهربا دي جون، لا الحكم ظالم، لا اصل في مؤامره على الفرقه، لا اصل مش عارف ايه، علشان خاطر ما نقعدش نتكلم ان يا جماعه الفرقه بتعاقب جوه الملعب ومدرب بره على الخط معزول تماما عن جهاز المعاون وفي مشاكل كتيره قوي، تلاقي بوستات من نوعيه كابتن محمد يوسف ورد زي رد كابتن وليد سليمان بره الملعب وعدم استقرار، وتيجي تتكلم اصل الفرقه مقفول عليها، بس مدير الكوره شايف شغله بطريقه ممتازه. طب فين يا جماعه الكلام ده؟ ما الكلام الواضح ان في عك وان في حاجات كتيره قوي. الاهلي اللي كان منظومه متكامله وما كانش بيطلع من الاهلي خبر الا بعلم الاهلي، دلوقتي بقت كل حاجه في الميديا وطلبات مدرب مع رئيس مجلس اداره برضه موجوده في الميديا وكلام تفاوضي ما ينفعش ان هو يكون موجود بره النادي، يبقى موجود دلوقتي على الميديا عادي والناس تقعد تتكلم في تفاصيله وتقول لي ده برضه كله عادي. لما تلاقي جهاز المعاون بتاع المدير الفني بتاعك بيقرر ان هو معلش احنا هنكمل وهو لو عايز يمشي يمشي، مدرب حراس المرمى يكون مش ليان كون والراجل مخطط الاحمال عايزين يقعدوا، طب تمام. انا دلوقتي لما اروح اجيب جهاز فني اجنبي اقول له معلش ما تجيبش الطقم بتاعك علشان خاطر عندنا اتنين مدربين جدعان ما رضيش يمشوا مع المدرب القديم، ده شغله ايه ده؟ احنا بنضحك على نفسنا وبنشتغل بعض. اه ممكن تقول مدرب الحراس عامل شغل كويس، بس ما ينفعش انك تجيب مدير فني وتقول له ما تجيبش الطقم بتاعك علشان خاطر في مدرب حراس من طقم قديم. احنا بنعمل ايه احنا؟ بنعمل ايه احنا لما لعب طنطا النهارده فرقه كابتن رضا عبد العال الفرقه اللي هابطه؟ يا راجل ده انا كنت مستني مباراه الاهلي وطنطا بعد عين كابتن رضا عبد العال، الاقي كل اللي بيحصل ده بيحصل النهارده قدام طنطا؟ ايه يا عم اللي بيحصل بالفرقه ده؟ هتقول لي هو نفس ال 4 4 2، هتقول نفس المشاكل اللي بيعاني منها جونر اجاي، لا عارف يلعب جناح ولا عارف يلعب مهاجم تاني وعنده مشاكل والفرقه في ال 4 4 2 ما عندهاش شكل هجومي، يقول لك تمام. بس الكلام ده واللعيبه مركزه، انما اللعيبه اساسا مش مركزه خالص والتركيز ضايع علشان خاطر هم عارفين ان المدرب قاعد ولا ماشي هما بدنيا مش قادرين، فالوضع كان مريب تماما والفرقه كانت سيئه جدا وفي الاخر نكسب برضه بقلشه؟ ايه اللي بيحصل معانا ده؟ طب نتكلم في ايه طيب؟ نتكلم على ان احنا اصل فايلر ده مدرب سيء ولازم يمشي، ما الراجل واخد الدوري وخلص الدوري من زمان، انت عارف انه الجزئيه اللي احنا عمالين نتكلم عليه والناس الكتير اول ما حضرت جوزيه كانت بتتكلم على مدى عبقريه جوزيه، جوزيه في الايام دي كان بيسيب الفريق ويسيب كابتن حسام البدري هو اللي يمسك الفرقه في الماتشات اللي مالهاش اي معنى دي، لا احنا دلوقتي بنركز على ان فايلر عنده مشاكل في مباراه طنطا اللي هو بعد ما خد الدوري، اللي هو ليه؟ اصل في استوديو تحليل بيقول كده، طب ما الاستوديو التحليل دول منظرهم هيبقى عامل ازاي لو ما قالوش كلام غير ده؟ الموضوع هيكون صعب. طب ليه اساسا تقعد تركز مع مباراه زي دي؟ مباراه ملهاش اي معنى ومباراه ملهاش اي هدف. الكلام ده اللي كل واحد كان بيتكلم فيه، فايلر محتاج يدي فرصه للشباب، بس مع الاسف الكلام وصل لبره الملعب، فبره الملعب لما يطغى على الاحداث اللي موجوده في 90 دقيقه هتلاقي المنظر كارثي وهتلاقي المنظر مشوه تماما وتلاقي الاهلي بيعوق جوه الملعب، وحتى لما فايلر يغير التغييرات مفترض ان هي صح تلاقي الجمهور يقول لك لا فايلر بيعمل كده لا علشان خاطر في اعلاميين موصل لهم ان الراجل مش عايز يقعد في النادي، واصل الراجل بيتلكك واصل الراجل بيعمل. هي دي المشكله عندنا، ان في اعلام بيحرك الناس. لما الاعلام كان بيقول على الراجل ده شبيه جوزيه والراجل ده يعمل سجل انجاز عظيم للنادي الاهلي كانت الناس بتقول تمام احنا معاكم وبنشتري الكلام ده. لما دلوقتي الاعلام بيقول يا جماعه شوفوا الرياكشنات بتاعته واقف على الخط مش حلو مش مبلوع احنا شايفين ان هو عايز يمشي يا جماعه ما ينفعش كده. طيب ده مش ضغط بتصدره انت للفريق؟ طيب الاعلام اللي صدر ضغطه للفريق علشان خاطر كان عايز الدوري يسخن بعد مباراه الزمالك هو نفس الاعلام دلوقتي بيتكلم على السفايلر محتاج يمشي والسفايلر عايز بيعمل ايه وهو بينيل ايه، وفي الاخر بتلاقي ان الفرقه منظرها جوه الملعب متفكك والفرقه بتفك من الراجل. بس معلش يعني في مدير كوره بيطلع يقول لك اصل المدرب قاعد انا مش قاعد ده مش شغلي وفي حاجات كتير قوي بتحصل، وفي الاخر مطلوب منك انك تشوف اداء ممتاز من لعيبه بتلعب كل ثلاث ايام مباراه من لعيبه عارفه ان المدرب بتاعها ماشي او قاعد والدنيا بالنسبه لهم ضايعه. مش ظلم انك تطلب منهم اداء ومش ظلم انك تستنى انك تتفرج على ماتش حلو علشان خاطر تتفرج على ماتش حلو قوي بره الملعب والماتش اللي جوه الملعب ده انت مستنيه يخلص بسرعه قوي علشان خاطر تشوف الماتش اللي بره الملعب هيحصل له ايه، هو هيمشي ولا لا؟ طب هيستنى ماتش الترسانه ولا لا؟ طب هو هيكمل معانا بعد 1 اكتوبر ولا لا؟ انا بقى نتكلم في نفس الفيلم الهندي من الجزمه ده ونقعد نتكلم على كابتن يوسف بس كابتن عماد النحاس ونجيب مدير فني اجنبي ولا لا؟ بذمتك انت كنت مهتم بماتش طنطا اكتر ما كنت مهتم بما بعد مباراه طنطا؟ انا بتمنى ان فايلر يكمل معانا الموسم علشان خاطر
محتاجين استقرار. انا مقتنع ان فايلر المدرب بيعوقه، كنت بقول الكلام ده من الدور الاول، بس انا مقتنع ان احنا لازم نخلص الموسم زي ما بداناه بشويه استقرار كويس كده، وبعديها بعد ما نخلص افريقيا خدناها طلعنا منها، نشوف بقى الدنيا بالنسبه لنا رايحه ازاي الموسم الجديد. ولو اني عارف ان فايلر مش هيكمل ولا حاجه، بس عادي، الدنيا قلت لك الراجل اللي انا كنت بتمنى ان هو يحصل. قول لي اي حاجه انت عايز تقولها، غير ان انا بتكلم بسرعه وان انا واخد فلوس، او ان انا عامل، لان انا بصور بتاع خضره، اخد فلوس ازاي اساسا؟ ده منظر واحد اخد فلوس اساسا يا باشا.